اكثر سيت كوم يضحك ما قلتوش انت ايه ورده وكتير. انت تحب جروب ميتاليكا؟ اي في بالك انا ميتاليكا يعني ميتاليكا. انت قلت احسن جوار عندك اللي هو معز بن شريفات اي وهو جول هكا ولا في بالك اللي انا نحب نخرج معاك عليه؟ علاش بونتو فيه قلت خويا ما نعرفش معناها نولي انا نعاوض وميمة ونعمل ديك اسمها بتاع مراه. يا صبر انا عادي بيك عاقل خويا شبيك وين اخي قاعد انت وين قاعدين مع الليه وين قاعدين تستهلك في حاجة تشرك في خويا لبيه. عسلامة ومرحبا بيكم في ماتش لول. أنا باش نقدم لي كرونيكرو نتاعي ماهمش دي كرونيكرو بون قدموا صابر سيزار غالبا شحوي نور الدين بوحجبة مرحبا صغرات مين وبستونيش حشمي مقابلنا واللي اللي يربح يسلم عليك في بالي باش نفلموا قدام الكاميرا زعما مرحبا بكم في ماتش لول. الكونسيبت نتاعنا ساهل ياسر ياسر. كل حلقة نجيبوا بحذنا ضيفة واللي باش يضحكها أكثر هو اللي باش يربح. فهمت الكونسيبت؟ واو سمباتي أسهل من هكا جونا به نتوكلوا تفضل يا رب أتاك لبنى في بالك اللي أنت مظلومة في الجوائز علاش؟ أنت خذيت برشا مرات أحسن كوميدي إيه أما عمرهم ما عطاوك أشب كوميدي. أحلى البرنامج حلوة دقائق سحب ربي شقاوي انت الا اثنين وهو بلس دو ترى هكا الجو قولي لبنى من الاول عجبتني مش قانون هكا مازلنا ما نلعب هذا ارق ماهوش قانون مش انا اللي نحكم اي انت تحكم ناخذ انا عندك دو بوان باهي هي عجبتك انا علاش تنحيني في زوز نقاط والله حره انتم استدعيتوني انا نعمل يظهر لي طب كان عجبتني فازة أخرى فيها الزين هكا لو رجعهم لك. لبنى أنت قلت لي مغرومة بالممثل العالمي ويل سميث. إي هكا ولا أما ويل سميث يعيش في أمريكا ما تحبش تشد روحك بويل سميث. اللهم يلا رجعتك الزوز. يا ربي زوز زوز يعني بزوز لا والله. لبنى أحسن حيوان أليف عندك شنو؟ ميرسي عايشك الأربعة لا وربك يكرم مرة واحدة ما عندي حتى ذنب علاش إن أربعة يمد واحد وكيك راه سبحان الله نسيت أخسر كيفاش لفينا وزين وقتات واحد مدخل سميد وفاجين واحد نوز بس باه لبنى أنت قلت أكثر حيوان تكرهه اللي هو الفار إي تكره الفار نكره بس منوال انتي قطوزة إلا أنا حرجع رجع قديه دانيا تروى يا رب تحسبوا قاعدين تحسبوا جونا به يا ديجا نعرف ان انتي تحب أحسن لون عندك لك حل اي بلاك وي وانا ما فيني عيش بلاك صفر نحط لك رد بالك تقول قلت امورك الا واحد حتى انت عندك لا عاد يا معش لعبه زي بلاك والا بلاك انت الا قديم الا واحد الا واحد حلو ما عندي حتى ذنب لا ما فهمت طيش في روحك كيك الا بلاك امشي لبنى انت عملت برشا سيت كوميات في حياتك سميهم لي ترى دنيا اخرى الهربه ان شاء الله مبروك انتي هكا كتبتهم الكل انتي سمي معايا ايه ما اكثر سيت كوم ناجح عملته ما سميتوش لا دنيا اخرى لا الهربة لا اكثر سيت كوم يضحك ما قلتوش انت ايه وردة وكتير خليته لنا ولا في بالي سوبر كوز قديه قديه قول ستة خليجية في ناس تنشر ستة اربعة ثمانية قاعد قايد ماهو برشا ارقام لو جرافيك هكا بعض نعرفه في بالك يا لبنى اللي كاظم الساهر غنى عليك ما في باليش زيدير يا عشقا الا ثمانية
ما خلقنا لهم ثمانية باش تعطيهم لي امورك هكا يسالوك النجمة من حلقة أخرى شنو هي باش تنحي والله يا حلو والله فيها قطاب إلا ثمانية شباب حاضرين لا إلا واحد إلا واحد باهية هي مفيانة فيانة أنت قلت عندك فوبيا من البلايص المسكر إيه ما تحملهمش شنو باش تعمل كي باش نحط في قلب لا والله لا وانا لا خايبة اي كي ماهيش خايبة تيخو حتى لا 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 حق صفر انا نعرف انت تخاف من البلايص العالية هاي صحيح كيفاش نجمة ستار تخاف من العالي ما معلش تعطينا وجهه متاع قبول متاع انتروتيان بعد خضر عجبتني وجهه كله هكا يتنحي يتردي ديما هكا ثمانية نحي سبعة وجهه ذكرني برشا انتروتينات عملتهم يعطيك الصحة ميرسي اللي جيت ان شاء الله تنكلموك معلش عايش فرحان هكا هاي خضر ماهيش خايبة مش خايبة عجبتني برشا ما نجمش نعطيك على نقطك لبنى انت احسن لون عندك اللي هو الاكحل ايه هكا ولي لا ما تبدل من وقت لتو ولا ازرق لا لا انت تحب لك اي اي فما مشكل كان تلبس بكلك لك على البلاصه هذيك باش تتبقى تعرف عليه علاش خاطر قلبك ابيض هذه والله حلوه والله قديه زين عطينا هذه 12 يا ربي حالك تتبقى طام طايره تتبقى او يعني قلبي ابيض عجبتني قلبي ابيض الفرشه خايبه مش حلو باهي مش مشكل عندي ما انا نعرف انت كنت صغيره كنت تحب تطلع بيلوت اي خير كي ما طلعتش علاش خاطر انت طياره ديجا لازمك بيلوت طياره انت انت طياره اغزل الكشتر كاس مليان كشتر الكاس مليان والله انا خايبه طياره بدون طيار لو بيولو في نفي انا المهم انت طياره مسحته في نقطة على الطيارة ما هو هكا فما مشكل عليك اهو فاصفر اي اي ما اما والله حلوة ما اسمعني ما حلوة مالي ما سهل عبدل بيه لبنى احسن نوع متاع ورد انتي تحبه شناي ياسمين يا روحي عايت لي بابا اذا نقطة هاي انا نقطة اكتب يا حسين ولي ترجم ولد بطة معناها ما عاش نحل فمي باللي مسي عايتوا لي كل جو يوم جو انت خدمت كرونيكوس في برنامج نهار لحد ما يهمك في حد ايه كتب بنتي معي ليميت الكل ما يهمني في حد انا ها نقطة حسها صدقة النقطة هذي مش حاسسها أنا مش نخلها نسي لا تنحيها قايدوها من برا امشي انت قلت احسن كهرباء عندك اللي هي بنتلي في بيتلي انت بنتلي بنتي اه بنتي بنتلي عملت تكسيدون ليه خطر ساعة بنتلي ماكش مدية هذي يا بي انتي هذي الركوب على حدا اسمه والله هو اخي مسويلش مرجية لبنى انت زاد خدمت كرونيكوس في برنامج اضحك معنا اي في بالك ما جيتش انت مع عمره ما عنده حتى معنا حسبتها شوي تعرف عبر لي هو العبرة ما عادش يقول حاجات هيك انت ايش تعمل معنا انت تحب جروب ميتاليكا اي في بالك انا ميتاليكا يعني ميتاليكا اي بربي ما تعمليش كل بنتلي والله الا ستة احلاكم الاولاد ميتاليكم انا احسن فنان عندي حسين الديك قولي علاش علاش خاطر غنى لبنى بضمك عزديري اه هذي حلوه والله هذي بلوس دو حسين صواب يا جماعه عليه انت قلت احسن جوار عندك اللي هو معز بن شريفات اي وهو جول هكا ولا في بالك اللي انا نحب نخرج معاك عليه علاش بونتو فيه اوكي يلا ارقام والله ارقام هو
حليل كي شدها شو كي شدها خطر وقول هو انت بوزو فيه وانتو فيه وبعز بشري فيه حبو تجمشة تكره فيه ايه في بالك انت كسرت الكونسيبت لازم تضحك معايا وانت ترمي في روحك ملولي شبيك ما تتغشوش انت عندي برشا مواني بلوس اللي كنتي على خاطر انت فاست بن شريفية حلوة وهو زيادة بلوس ان بلوس ان كيف كيف نحمك نحمك ما قانون ياسر ضحكتني فاست كي شدة واي خاطر ما عندك شريفية اقوى من بونتو في خذيت نقطة انا خذيت سيبت لك نقطة ماهيش خايبة فيرو شيرش احسن جوار عندك مبابي حتى انا كهو جوز حبينا قليل مو من ضحكت انا لذي نحن هم بكلك حاسبي اسم الطفلة تتكلم شكون ربح؟ النوري ربح يا ربي حمدولة يا ربي حمدولة يلا عيقار ليه مكش مينا مكش مينا مكش مينا ليه ربحني يا ضيق بص هيك اهو هو ربح انت تعرف اني يخسر لازم عيقار اي ايه شنية عيقابة كنتي؟ احكم علي شنية العيقابة؟ ما صحفكش كنت اغزر لك هكا بالعكس حتى طرف داير جبتي فكرة مش نورمال كغزرتك اسمع احنا مش عنا مسرحية بنات سعاد وميما عندها ديز انجاجمون في فرنسا من نجمة تشجي دونك العروض تأجلت فهمت ما عناش ممثلة فاركسة في ممثلة صابر قوليش هو الممثل ليه استنى صابر يطلب صادق يقترح عليه انه هو بش يعاوث امه ما بنحصيه تطلب صادق حلوه انا نكلم صادق حلوه على الحكايه ايش يمشي يقول يقولوا راني انا نجم نعمل دور امه ما بنحصيه ويقنعوا فهمت اللي هي بالله والله بس صدق خلنا نحكي شوي مربي عمر صادق شقاوله مشي شسيش ليه ودي تدخلهم فوق بلاس مايما؟ ليه مش مش فوق كل نعوضها اسمها باش نعوضها وكل شيء ودخلوا فك مواضيع الواحد المسرح ما تخافش في التليفون ليه؟ صحيد ما يرغب حندرني ليه ليه؟ أس 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 ألو صدوك وينك سافا؟ الحمد لله شنو اسمعني صدوك أني توا أنا وصابر سيزار نحكيو على مسرحية بنات سعاد فهمت؟ حاجتو بيك حب يحكي معاك في موضوع هاو معاك صدق مش بد الحديث أنا بيك أنا صبروس من أمور خد نحوالك خوي صح أنا بيس أمورك بيه ربي فضل قاية طوى نحكي أنا ولبنى قالت لي فما معناها عندها دي زونجاجمون ميمة البريد هذي ما تنجمش دونك فما عروض بشي تأجلوا بيسكو هي ما يشون عادينا قلت في عوض الامور ما تقف معناها وتتاجل العروض وانا بسكتو ما عنديش عروض فهمتني ما نكذبش عليك صدق عندي عرس في اكتوبر نحضر لها دونك قلت خويا ما نعرفش معناها نولي انا نعوض وميمه ونعمل ديك اسمام تاع مراه شبيك اش قلت لي سامحني مدي يا اخي ما خدمهاش صوفيا محمد الداهش مع ال محمد الداهش يخدم في مراه عفشه انا البيرسوناج نتاعي مزيان انت كانت عم تقزمو تخرج لي عفشه على الفيسبوك يا تو باش نحيروا في يدي هما عفش ويخرجوا من زي فما مكياج وفما وفندق نحجم اللحيه نحجمها انت ما تعقلنيش تحكي بجدك ولا تفادلك بقى؟ صدق هذا التليفون بالذمن فادلك تصدق انت قاعدة والله نحكي معك اتعو هكا صدق اسمعني مسرح هذي زيد وزيد حاجة اخرى صدق ايو دي صلي عن نبي هاتيك نقولي انا كانت خمم في حاجة فهمتني مثلا فيها ممثلين وكل شيء والله انا هم نحن خاجة ما خمم فيك وحتى انت ممثل بيها كل شيء مش هي الحكاية اللي طلع لي بيها اخوي تشنون فيها ما خير نعاونك ليه سيدك عاوني كي نخدم انا تنخدم ما تخفش العروض وزيد حاجة اخرى انا حتى نجم بدل حاجات في النص مانيش ما عروض مش فما حاجات في النص انا بطبيعتي معناها تعرفني نكتب صادق فهمتني مانيش موافق عليهم تنزيد شويه تولي حاجه توتيني معناها فهمت اعطيها فرصه النص اللي كاتبه انا ليه كي باش يولي عندي انا تنبدل حاجات نعاونك انا معناها فهمت خويا انا تو اكلم دوت شبيه لبتكشي قلتلكش عاوني طلبني وتقولي النص مش مطاقته ومش تحسها كي شويه وقاحه ولا مثلا ما دخلك شيء انت انا كلمتك طلبتك قلتلك عاوني ما فهمتكش والله يا صبر انا عادي بيك عاقل يا اخويا شبيك
وين اخي قاعد انت؟ وين قاعدين؟ مع ليه وين قاعدين؟ تستهلك في حاجه تشرب في خويا لاباس؟ يا سيدي كلمني معناتها تشد فيا اللي بدلك كي باش نولي نخدمه انا زمرت باش نولي تخدم انت ايش دخلك؟ ايش تخدم نتاعك انت؟ واحده هي معمل عندي نتاع واحد ايش بيك يا معلم؟ ايش بيك يا صابر؟ بحق تحكي بجدك انت من فضلك والله العظيم والله نحكي معك بجد صدقني نحكي معك انا اخويا ونحترمك صدقك صدقك الزمار تبدل توا ماهيش باش تفرق معاهم العباد انا ولا مراه في السين المهم القصه ما منعني يا صادق نحب نخدم انا يا اخوي ما ماشي لهنا يا ودي تحب تعرس تو نعاونوك اختك ايش دخلك في خدمتي يا بيك انا عندي ممثله باهي وجبت وسمو اموري مريقل صابر اخوي صادق بالله لا تخليها صادق بالله لا تخليها بي والله يقنعني راهو يا ابني اخي تحت بجدك مش بيك هاتو يعمل مراه هو يعمل مراه ويلبس محرمه يعمل مراه ويعمل محرمه يا نعمل لك مراه توا نعمل لك مراه توا نعمل لك كاستينغ سوفاج توا يا صابر اخي يا مان والله جربني يا صادق توا ليش نقول لك جربني ايش نجربك ايش نجربك اسمع هادي اسمع هادي اسمع الفزه هادي توا زي تصدق انت راجل توا هذا كلام معناتها يا صابر اخي بعدني الليله يا اخوي قاعد مع اصحابي ناس محترمه وكل شيء علاش هيك؟ بيه تو نجيك يا صادق تو نجيك ونحكي وكي تشوفني يمكن تبدل رايك بالله يعاودك حرام عليك نحكي معه في التليفون عرقت شو يخوف صادق سمعتش قال لي انت وين مانيش وين والله بجاه ربي ذيب تانا احنا نسلم على صادق راني نحبك برشا 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 وراي تتفرج وتعرف راي فكرة اللوبة ودي اموركم دخلينش مرسي لولاد محلها الحلقة استمتعت شخص ضحكت جو وانتوما ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقة ما تنساش تعملوا فولو الماتش ونتقابلوا الجمعة الجاية على نفس الشين نتقابلوا مع ماتش لول